والو علاش كلشي كيسول على الهديه وكلشي كيسال على المبلغ كلشي كيسال انا ما غنطرقش لهذا الموضوع انا قلتها مرارا وتكرارا الناس كلهم ساهموا الناس كلهم ساهموا في فرحه ياسين وسهام اللي دار شي حاجه من الله ما يحتاج انه نبداو نهضروا ونقولوا نبانوا على بعضنا باش الناس تبغينا الا بغانا الله راه هذيك اكبر حاجه اي خير كيف ما بغى يكون نوعه مرحبا مي حاله ياسين انا تعاطفت معها بزاف لانه ياسين من الحالات النادره انسان عنده وليد خاصو يخدم عليه ولكن الغالب الله طبعا انه الانسان المؤمن هو اللي كيبتليه الله وانما نراعيو شويه الناس اللي ما قادرينش انهم ينوضوا عاجزين انهم ينوضوا نساعدوهم انهم علاش يوقفوا على رجليهم ونشوفوا داك الرياكشن ديالهم وهما واقفين على رجليهم رياكشن ديالهم والناس تفرحوهم وهما ما قادرينش يديروا شي حاجه دونك بالعكس انا تعاطفت مع ياسين هذا لا يمنع انه فرحانه لمصطفى والزوجه ديالو والله يوفق كل واحد كنبغينا نشكر بزاف بزاف كاع الناس اللي كانوا فرحانين معايا في الحفله ديال ياسين وسهام وباركوا لي عيد ميلاد ديالي كنبغي نشكرهم فرد فرد كنقول لهم كنحماق عليكم وشكرا لكم بزاف 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 بالنسبه للاطلاله هي من شيماء زايست مسمودي فرحانه جدا انه كنتالق دائما بالقفطان ديالها رائعين تطرقنا اللمسه جديده في الفاشن اللي هي القفل الناس بزاف القفل جاهم شي حاجه غريبه لان اليوم ضفت ساروت هو قفل وسويريت معاه وقال لك ساروت هو مفتاح البراج والقفل هو من الفاشن يعني مجموعه ديال الماركات العالميه كتطرق لهذا القفيل دونك فرحت انه درت واحد التاتش ديال خالف تعرف وانا دائما دايره هكا طبيعتي مسيرتك اللي كلها نجاحات وكلها رسائل كنتي دائما كتوصليها لاي شخص طموح وكتقولي له الا بغيتي توصل كافح وراك غادي توصل وما كانش توشيحك من طرف صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله بوسام ملكي الا دليل على انك كتمثلي المغرب احسن تمثيل وانك الواد وادي يا سيدي الواد وادي الواد وادي يا سيدي الواد وادي الواد وادي يا سيدي الواد وادي